طلع الصباح كل الجمال في طلعته، والنور سرح صح على عينينا في سنيته. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي هذا الصباح، حلقة جديدة وصباح جديد وبالتالي حلقة جديدة من هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من مصر ومن كل مكان في العالم. النهاردة يوم الحد 14 مايو لعام 2023، بيسعدني كالمعتاد وبيشرفني أن أنا أكون مع حضراتكم ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة وحتى الساعة 10 صباحا في جولة إخبارية بعدد من المحطات المصرية وأيضا العالمية. وبيسعدني ويشرفني كمان أن يكون معنا الزميلة العزيزة سارة سراج. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير يا باسم، وصباح الخير على جميع مشاهدينا، مشاهدي أكسترا نيوز في مصر وفي كل مكان بالعالم. في حلقة النهاردة هنتوقف عند أكثر من محطة مصرية وفي أكثر من قطاع. في قطاع الصحة مثلا هننقل آخر مستجدات المبادرات الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، وأيضا في قطاع الاقتصاد هنتوقف عند مشروعات الدولة المصرية للتحول للطاقة النظيفة زي مشروع بنبان للطاقة الشمسية وغيرها. هيكون عندنا أيضا العديد من المحطات الأخرى يا سارة، زي هيكون معنا مثلا حديث مطول عن جهود الدولة في قطاع الفنون وبالأخص في المسرح أبو الفنون، تبني الدولة المصرية لعدد من العروض المسرحية واللي أعادت مرة أخرى العصر الذهبي للمسرح، ونرجع تاني نشوف يافطة كامل العدد على مسارح الدولة. ده هيكون إلى جانب فقرات أخرى متنوعة وأيضا نشرتنا الاقتصادية وأيضا الرياضية. وفي الختام هيكون معانا جولة في أهم عناوين الصحف المصرية من خلال جولة الصحافة. دلوقتي زي ما تعودنا هنبدأ مع حضراتكم هذه الحلقة بأهم العناوين. بدعم أممي مواد تبدأ ثاني جولات الحفاظ على الأسرة المصرية في 140 قرية. أبرزها بنبان، 6 مشروعات كبرى تضع مصر على طريق الاقتصاد الأخضر. القاهرة ضمن ترشيحات السي ان ان للأجازات أفضل مقصد سياحي. رفع الستار، مسارح الدولة تضع لافتة كامل العدد. قراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية فريدة شباشي. أجهزة الدولة المصرية بتنفذ المرحلة الثانية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية باسم مودة، ودي مبادرة رئاسية التابعة لحياة كريمة. المشروع بيعمل على تأهيل الشباب المقبل على الزواج من خلال التوعية والتدريب المباشر وزيادة معلوماته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة. هذا المشروع، مشروع مودة مشاهدينا الكرام، بيتبنى منهجية التنسيق مع كل الجهات الحكومية، ده بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسات المجتمع المدني المصري أيضا. تخطى عدد المترددين على منصة مودة الإلكترونية 4,600,000 شاب وفتاة. خلينا نعرف المزيد عن أنشطة هذا المشروع القومي مودة في سياق هذا العرض ونرجع تاني. We'll be right back.
للتفاصيل اكثر عن مشروع موده دلوقتي بينضم لينا عبر الهاتف احمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع موده بوزاره التضامن الاجتماعي. استاذ احمد برحب بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. وعايزين نعرف تفاصيل اكثر عن مشروع موده. صباح النور وصباح النور، صباح الخير على كل المشاهدين والمستمعين. يعني الحقيقة مشروع مودة يمكن زي ما أشرت حضرتك في بداية التقرير هو مشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من نسبة الطلاق، أطلقه السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب في يونيو 2018 في جامعة القاهرة، وكلف وزارة التضامن بتنفيذ هذا المشروع. الحقيقة من 2019 وفي جهود كثيرة بنشتغل عليها بالتنسيق مع الجهات المختلفة زي ما حضرتك أشرتوا، يمكن الجامعات والمعاهد والشباب المتعافين من الإدمان وأبناء المناطق المطورة. خلال الفترة الأخيرة الحقيقة يمكن استفاد من الخدمات المشروع وتدرب معنا ما يقارب من 520 ألف شاب وفتاة على أرض الواقع. يمكن المرحلة الحالية احنا بنشتغل في إطار خطة تنمية الأسرة اللي أطلقها فخامة الرئيس ووجهت بيها معالي وزير التضامن الاجتماعي للعمل داخل القرى الخاصة بحياة كريمة. ويمكن ده اشتغلنا على خطة بتتنفذ لمدة 3 شهور وبتستهدف العمل داخل 140 قرية من قرى حياة كريمة داخل 20 محافظة من محافظات الجمهورية. بدأناها يمكن في شهر إبريل الماضي ومستمرين فيها إلى نهاية شهر يوليو إن شاء الله. جميل. طيب يا أستاذ أحمد اسمح لنا، أنتم بتستهدفوا الشباب من سن 18 سنة وحتى 35 عاما. اسم المشروع نفسه مشروع مودة، وده بينطبق على المودة طبعا والرحمة في أمور كثيرة في الحياة، ولكن تحديدا عند التفكير في بناء أسرة بيكون ده أساس مهم جدا. حضرتك من خلال المرحلة الأولى، أنتوا دلوقتي في المرحلة الثانية، من خلال المرحلة الأولى نقدر نقول إيه أكتر حاجات لمستوها أن هي ممكن تكون بتهدد أي كيان أسري، مش لازم حتى بالانفصال، يكفي أنه هو بحياة غير مستقرة أو غير سعيدة، ننبه ليه برضو الشباب اللي بيستعدوا للزواج؟ طيب أنا يمكن يعني خليني أوضح لحضرتك شوية إيه هو المنهج اللي إحنا بنمشي فيه في إطار البرنامج التدريبي الخاص بالمواد، لأن هو ده يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج ويتفادى معظم الأخطاء اللي معظمنا ممكن يقع فيها في حياته الأسرية. يمكن المحتوى التدريبي طبعا عضو مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الأبعاد المختلفة، بنتكلم عن البعد الاجتماعي وبنتكلم عن مجموعة من الموضوعات اللي موجودة في البعد الاجتماعي زي إيه هو مفهوم الزواج، لأن الحقيقة احنا لما سألنا الناس تعرفوا الزواج يعني إيه، كلمة زواج يعني إيه، لقينا فيه عدم وعي شوية عند بعض الناس بهذا الأمر. بنتكلم مع الناس عن معايير اختيار شريك الحياة، ازاي تختار الطرف الثاني اللي هيبقى قدامك، ايه المواصفات والمعايير اللي ممكن تحطها علشان تبقى محددة لاختيار جيد بالنسبة لك. بنتكلم عن المشكلات الأسرية وكيفية التعامل معها، يعني زي ما بنقول كده ممكن نجي لهم من المستقبل شوية ونقول لهم هيحصل كذا، فتبقوا عاملين جيد لنفسكم وتقدروا تتعاملوا فيه مع بعض بهذا الشكل. بنتكلم كمان عن إدارة الأمور الاقتصادية داخل المنازل، بنتكلم عن تدخلات الأهل في الحياة الأسرية وقد إيه هي ممكن تكون بتمثل تهديد خطير جدا الحقيقة، من أهم الأمور اللي بتمثل تهديد خطير للحياة الأسرية. بنتكلم عن تعاطي أحد الأفراد للمخدرات داخل الأسرة وإزاي ده ممكن يضيع الأسرة كلها. بنتكلم عن الأبعاد الطبية كمان الموجودة في العلاقات الأسرية، بنتكلم عن الصحة الإنجابية وتأخير الحمل الأول والزواج المبكر وأضراره وختان الإناث وتنظيم الأسرة، كل ده في الجزء المرتبط بالأبعاد الطبية. بنتكلم في الأبعاد الدينية كمان عن مفهوم الزواج في الإسلام وفي المسيحية والضوابط العامة والرسائل اللي موجودة في الديانات الإسلامية والمسيحية المرتبطة بقيمة الزواج عند الناس. جميل. يعني هو مشروع متكامل من حضرتك بتشرحه، هو مشروع متكامل بيراعي البعد النفسي والبعد الديني والبعد الاجتماعي والبعد التوعوي، دي كلها أمور مهمة جدا يا أستاذ أحمد. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق طبعا، وبنتمنى أن هذا المشروع يؤتي ثماره في تكوين وجعل كيان الأسرة المصرية مستقر وثابت. ألف شكر لحضرتك على وجودك معنا الأستاذ أحمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي.
هننتقل مع حضراتكم إلى موضوع آخر في إطار الجهود المبذولة ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة، وده بحلول عام 2035، الخطة الموضوعة أو الاستراتيجية الموضوعة بحلول عام 2035 ومواجهة التغيرات المناخية. نفذت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التنموية المستدامة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية وأيضا الدولية. عن أبرز هذه المشروعات القائمة أو الجاري تنفيذها أيضا، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وغيرها من المشروعات العديدة. خلينا نشوف هذا العرض عن المشروعات ونرجع تاني مع حضراتكم. خلينا نعرف المزيد عن هذه المشاريع وعن أثرها أيضا على البيئة وعلى المناخ. كل ده هيكون مع الدكتور علي قطب أستاذ المناخ. صباح الخير على حضرتك دكتور علي. دكتور علي حضرتك سمعنا؟ طيب لحد ما يرجع معانا دكتور علي على التليفون، موضوع زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم هو موضوع مهم جدا يا سارة، واحنا بنتحدث عن التحول الى الطاقه الجديده والمتجدده والمصادر للطاقه الجديده والمتجدده. سمعنا الكثير عن خطوه مهمه جدا فعلا. يا باسم، خطوه حقيقيه مهمه وكبيره جدا ومحتاجه شغل كتير يعني، واحنا طبعا واثقين طبعا ان ده هيحصل في القريب العاجل. يعني هو الخطط موضوعة بالفعل، واستراتيجية التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والاعتماد عليها بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، دي خطة موجودة وطموحة وواقعية. يعني شفنا أمثلة زي ما كنا بنتكلم على محطة بنبان، محطات الطاقة الخاصة بالرياح في راس غارب وفي غيرها من المناطق الكثيرة، خليج السويس وغيرها. عندنا كم كبير جدا من المشروعات أكيد يا سارة. ده حقيقي يا باسم، احنا يعني شايفين طبعا محطة بنبان بالذات محطة كبيرة جدا وهتبقى فيها جهود كبيره جدا من الدوله المصريه في الاطار ده، اطار الطاقه المتجدده استخدام الهيدروجين الاخضر. خلينا نرجع نشوف تاني مع دكتور علي ايه التاثير المتوقع لهذه الاستخدامات والتحول الى الاعتماد على الطاقه النظيفه على البيئه. مع الدكتور علي صباح الخير على حضرتك دكتور علي قطب استاذ المناخ. اهلا يا استاذ باسم، صباح النور، واهلا بكل الساده المشاهدين المتابعين مع حضراتكم. صباح النور، منور يا دكتور علي. واسمح لنا ان احنا نبدا في البدايه بالحديث، بنتكلم عن عدد كبير من المشروعات، ومصر بتستهدف زياده هذه المشروعات بشكل كبير، خصوصا في الاعتماد على الهيدروجين الاخضر في الفتره المقبله. تاثير هذا التحول مش بس اقتصادي ولكن ايضا على مستوى البيئه، يا ريت حضرتك توضح لنا اثاره الايجابيه. يعني الحقيقة أن التوسع في استخدام المشاريع الصديقة للبيئة من قبل الحكومة على أساس أن بحلول عام 2035 هيكون الدولة حققت نسبة 42% من إنتاج المستخدم بالطاقة الجديدة والمتجددة زي طاقة الرياح، طاقة الطاقة الشمسية، طاقة استخدام غاز الهيدروجين الأخضر والأمونيوم الأخضر. المشاريع دي كلها طبعا بتخدم البيئه وبتخدم الاقتصاد بصفه عامه، ولكنها في الحقيقه استاذ باسل برضه هي بتحتاج الى تمويل، لان هذه المشاريع طبعاً بتبقى محتاجه جداً الى تمويل كبير جدا في استخدام الواح الشمسيه. وبالفعل الحكومه تم التعاقد مع العديد من الدول الاوروبيه في استيراد الالواح الشمسيه، وكذلك في انتاجيه الشراكه ما بين الدوله وما بين اوروبا في انتاج غاز الهيدروجين الاخضر بالمنطقه الصناعيه بخليج السويس، وبالتالي هيكون في انتاجيه كبيره جدا لغاز الهيدروجين كتعويض لطاقه الوقود الاحفوري. واعتقد ان اتجاهات الدوله في هذا الشان هي تطبيق لتوصيات مؤتمر كوب 27 المصريه في نوفمبر الماضي، وده اللي هياكده المؤتمر القادم في ابو ظبي
ان يجب على كل الدول الصناعيه او غير الصناعيه التخفيض من الانبعاثات الكربونيه، هذه رقم واحد. رقم اثنين انتاج مشاريع صديقه للبيئه تخدم البيئه والصحه بصفه عامه وجميع محاور الحياه التي تخص كوكبنا كوكب الارض. طيب دكتور علي، عايز اسال حضرتك في النقطه دي بالذات، نقطه مواجهه التغيرات المناخيه، حضرتك شايف ازاي ان الاتجاه للطاقه النظيفه ممكن بيها نواجه تغيرات المناخيه؟ الحقيقه طبعا ان من اسباب التغيرات المناخيه استخدامنا لطاقه الوقود الاحفوري وحرق الغابات والرعي الجائر واستخدام الانسان لمخلفات كثيره جدا، مخلفات بيئيه زي المخلفات الحيوانيه او المخلفات الناتجه عن نشاط البشر الانسان، وبالتالي كلها بتخدم التغيرات المناخيه وتزيد من التغيرات المناخيه. عندما تتجه الدوله في انتاجيه طاقه بديله، طاقه صديقه للبيئه وتدوير المخلفات الطبيعيه، وكذلك ايضا يعني اصدار قوانين ولوائح تجرم البناء فوق الاراضي الزراعيه والرعي الجائر وما الى ذلك، فكلها موضوعات تخدم البيئه طبعا. وتخدم مجالات الزراعه بصفه عامه والانتاجيه الزراعيه. الانسان النهارده بيعتمد على الزراعه في المياه، وبالتالي عندما يكون في تغير مناخي هيبقى في عنف في الظواهر الجويه، عنف الظواهر الجويه ده بيخلي في عدم ارتياحيه للانسان، عدم ارتياحيه للغذاء بصفه عامه، وكل ده بيكون اثاره السلبيه ان لم تتحقق هذه العناصر اللي انا اشرت اليها. ده حقيقي دكتور علي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، كنت معانا في هذا الصباح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي قطب استاذ المناخ. إنجازات كبيرة حققتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، حوالي 4 سنوات من الجهود المستمرة في تقديم الخدمات الصحية لسيدات مصر، وده اللي سجلته الأرقام، حيث شهدت المبادرة حوالي 36 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، وتم اكتشاف 18954 حالة مصابة بسرطان الثدي، تم تحويلهن لتلقي العلاج وإجراء العمليات بالمجان، إلى جانب سحب نحو 29,000 عينة أورام لتحليلها. المزيد من الأرقام عن المبادرة في سياق العرض التالي. خلينا نعرف المزيد حول هذا الموضوع من خلال الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأمراض بجامعة طنطا. صباح الخير على حضرتك دكتور نهال. صباح الفل، ازيك استاذ؟ اهلا بحضرتك منوره دكتور نهال. اتفضل. وعايزين نبدا مع حضرتك واحنا بنتحدث عن المبادرات الصحيه المختلفه، هذه المره بنتحدث عن مبادرات صحيه فيما يتعلق بصحه المراه المصريه، هل نقدر نقول انه نسبه الاستجابه لهذه المبادره من خلال الكشف والرحو الكشف الاولي بنتحدث عن قرابه 20 مليون سيده، نقدر نقول ان هذه الارقام بتشير الى زياده نسبه الوعي في ضروره الكشف والفحوصات المبكره بصفه عامه خصوصا في ما يتعلق بسرطان الثدي؟ هو بس بدايه، اول حاجه حضرتك قلت احنا بدانا في يوليو 2019. فعلا هي دي كانت البدايه اللي هي نقطه الانطلاق في كل الوحدات الصحيه الاوليه. بس قبلها بسنه ونص في اخر 2017 كان في حملات وانتم ساعدتوا فيها كويس جدا في الاعلام. الناس كانت الاول لو حضرتك تفتكر من قبلها بكام سنه كان في الكبد. فاوريدي الناس كانت بتروح وعارفه طبعا المريض اللي بيروح خاصه سرطان الكبد او اللي كان عنده مثلا فيروس سي وبيتعالج بيبقى مع اهله، فهم في الوحدات قالوا لهم ده في مبادره هتبقى قريب عشان الثدي،
عارف حضرتك كانوا الاول ايه، فتم نشر التوعيه من خلال حتى الاهل المرافقين بعد كده. بالظبط كده، على فكره دي اقوى من اي حاجه طبعا. بعد كده بداوا يكرروا الكلام بس ما كانوش فاهمين هيتعمل ايه، فدي برضو يعني انا كنت بشوفها ان ده ذكاء. الاول ابتدي اجذب الناس ان في حاجه زي كده هتتعمل، فخدوا بالكم هنعلن عنها عشان تبتدوا تيجوا. بعد كده الميديا طبعا ساعدت في الموضوع بشكل ايجابي. بعد كده بقى في، انت عارف حضرتك، في كل حي حتى في المدن او محافظات بدا يتعمل قوائم للسيدات، ودي صعبه جدا. يعني انا مستهدف عندي مش مجرد ان انا بقول انا عايز اوصل ل 38 مليون سيده، لا انا عارفاهم بالاسم وعارفه مكانهم فين. يعني دي بقى عارف حضرتك عندنا بقى اصبح موجود الداتابيز او قاعده البيانات اللي موجوده. بالظبط. انا مش، بصي حضرتك، في الاول ما كانش الفكره ان انت هتروح تخبط على البيت. الاول احنا بنقول للناس، وفعلا في ناس بتيجي، ده طبيعي، لان وحضرتك رحت اي مستشفى سواء جامعي او صحه او حتى تامين صحي، تامين صحي شامل، ما فيش مريض بيجي غير من خلال اهله. فتبص ليه حضرتك هو ماشي عارف او هم عارفين وممكن يحجز ميعاد وهكذا. الفكره اللي ساعدتنا السنه ونص دول حصل فيهم، وده بقى حضرتك اللي هو ما وراء الاحداث اللي الناس ما كانتش فاهمه ان ده ممكن يتم. وفعلا بجد كان مجهود رهيب يعني. واكيد بيشجعوا بعض يا دكتور، برضه يبقى في تشجيع يعني ما بينهم. حواليه تشجيع. هقول لحضرتك حاجه، احنا في خلال حتى حياتنا كده ما فيش حد مننا ما تعرضش لحد في عيلته وقرايبه واصحابه وعنده سرطان ثدي. فالناس شافت كل حاجه، شافت اللي كانت مثلا اكتشفته بدري الدنيا مشيت معاها ازاي وحياتها سهله، اللي متاخر حتى كان دايما يقول لا لا ده اللي بيجي له كذا ده بيموت. طبعا الجمله دي اتغيرت تماما. صح. فالاول كانوا بيخافوا، كانت المشكله الحقيقيه للاسف في الكرة، ودي على فكره يعني لازم برضو نحترم الفكر بتاعها. هم بيكسفوا او عايز يقول انا ما اقدرش اقول مثلا ان انا عندي في العيله حد عنده ورم، والناس بتبقى فاهمه ان ده ممكن يبقى معدي. طبعا دي ثقافه كانت كلها مش صحيحه. فحتى تنشر الوعي دي كانت كويسه جدا، وشارك فيها بقى بصراحه يعني عارف حضرتك كل الناس المشاركه في الاعمال المجتمعيه اتكلموا في الجزئيه دي، وهم اوريدي بيعرضوا حاجه يعني حتى في حياه كريمه في كل حاجه. انا رايحه مثلا اعمل ندوه في الست الفلانيه، لازم في الاخر ادي جزء على المبادره. ايوه. اللي هو يعني ايه، الناس يا جماعه ما تخافوش روحوا كده. بدات بقى في يوليو 2019 كان اوريدي الناس اللي هم في الصحه الاوليه، حتى مش مقدمي الخدمه فقط، يعني حضرتك افراد الامن اللي بتدخل الناس على الباب، التمريض اللي موجود، اللي هم حتى مش شغالين في القاعه دي، كل الناس فاهمه وبتتكلم بلغه واحده، عشان ما يجيش حد يسال مثلا لا انا ما اعرفش حاجه، لا اتفضل وهيحصل كذا وهتسجل كذا. بيروح الوحده الاوليه، بتنبسط المريضه حتى لو هي يعني مش متعلمه خالص، لما بتشوف مثلا بيهتموا بيها، بياخدوا لها الوزن والطول ويشوفوا التحاليل الاوليه، يعني كل ده مجاني تماما. حتى هي مش خسرانه حاجه، هي كده اطمنت على صحتها حتى لو مش عايزه حتى تكمل. بعد كده بتلاقي الكارت، كانوا على فكره دي برده من يعني من الاختلاط بالمرضى واهاليهم، لا يعني مبسوطين جدا. الكارت شكله مفرح ملون وبيتكتب فيه كل البيانات. تخيلي حضرتك انا دلوقتي عندي اروح في اي حته بالكارت ده بيكتبوا رقم القومي بتاعي يطلع بياناتي. طبعا دي ما كانتش موجوده قبل كده خالص. لو حصل اي حاجه لا قدر الله على مدار العمر، لا انا ليا بيانات مسجله اروح اي مكان على الكمبيوتر، يعني ده وان سيستم. طبعا دي يعني فعلا بجد رائعه يعني. ده حقيقي دكتور، يعني اجراءات سريعه مهمه، وفكره الوعي ده مهم جدا. نشكر حضرتك على وجودك معانا على اكسترا نيوز، دكتور نهال مشهد استاذ علاج الاورام بجامعه طنطا. هنكمل كلام برضو عن الملف الصحي والمبادرات الصحية المختلفة مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة هنتحدث من خلال المجلس القومي للمرأة، واللي بيستعد لإطلاق المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة. ويمكن هذا الأمر مش فقط بيتعلق بالصحة، وبيتعلق بعدد كبير من الأمور التوعوية، ولكن هذه الحملة تحديدا بلدي أمانة هتنطلق غدا إن شاء الله يوم 15 مايو، وده في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة. حملة بلدي أمانة بتأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالتحديات اللي بيواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية. ده بيكون من خلال طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، ودي نقطة مهمة جدا. إزاي يتم شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية عشان يتم تحسين جودة الحياة للمواطنين؟ كل هذه الأمور هنعرفها، والمزيد عن هذه الحملة هنتعرف عليها من خلال هذا العرض، ونرجع تاني مع حضراتكم.
عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الحملة بنضم لنا دلوقتي الأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة. برحب بك. أهلا وسهلا، صباح النور. صباح الخير عليكي. وعايزين نعرف من حضرتك طبعا الحملة دي شكلها يكون عامل إزاي وإجراءاتها تكون إيه؟ الحقيقة الحملة دي حملة جديدة من نوعها. المجلس القومي للمرأة بيقوم بيها، يعني هي مش مستهدفة المرأة بصفة عامة، ولكن هي مستهدفة المجتمع كله برجال وستات. تخيلي أنه النهاردة احنا بنتكلم مش معنا المرأة، احنا بنتكلم معنا الدولة نفسها. الحملة دي موجهة للدولة المصرية مش للمواطن المصري، أو المواطن المصري بوجهها للدولة المصرية بيقول لها احنا كنا فين ودلوقتي بقينا فين. يعني احنا بنتكلم على فكرة انه احنا في دولة بتمر بظروف صعبة وظروف عالمية واقتصادية، وفي تحديات كبيرة بتواجه كل المشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة، والاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بالتبعية بيتأثر. ولكن احساسنا انه احنا مع دولتنا ومع بلدنا هو ده اللي احنا عايزين نعززه عند المواطن المصري، انه يروح يقول احنا موجودين اهو، احنا حاسين. على قد ما انه الاوضاع صعبه وان الدنيا صعبه والاقتصاد والكساد العالمي بأثر فينا، لكن احنا موجودين. تخيلي انه في دوله في العالم في هذه الظروف الصعبه بتستحمل اكتر من 6 مليون مهاجر عايش وسط البلد، بيعيشوا في وسطنا وبياكلوا معانا، بيتمتعوا بالخدمات بتاعتنا، بيتاجروا وبيشتغلوا. يعني احنا حقيقي دي دولة عظيمة حقيقي، واحنا حاسين كده ان دولتنا عظيمة، وعايزين نقول لها فعلا شكرا على كل اللي بتقدمه لنا، سواء من المشروعات القومية الكبرى وحياة كريمة وغيره. الحقيقة أستاذة إيزيس حضرتك بتتكلمي في نقطة مهمة جدا، لأن احنا لو عايز تستهدف أي شعب وعايز أن انت توقع أي مجتمع بيكون هذا الأمر دلوقتي في الوسائل الحديثة بيأتي من خلال تصدير حالة كبيرة من الإحباط، حالة أن هو محدش يبقى شايف مستقبل، محدش يعني كل يكون مصدق أن هو خلاص احنا يعني مفيش مستقبل جيد، أو مش هنعرف نخرج من أي عنق زجاجة أو نواجه أي تحديات ونتغلب عليها زي ما احنا دايما بنتغلب على تحدياتنا في مصر. عشان كده النقطة دي، ودايما دايما اللي حضرتك بتقولي ان احنا متعلق الامر بالمشروعات القوميه الكبرى، دايما بتلاقي نغمه كده سائده اللي هو انا هستفيد ايه ولا استفدنا ايه. المجهود اللي حضراتكم بتعملوا عليه ده مجهود مهم جدا، وبيرد بشكل كبير على او بيعيد زراعه القوميه المصريه، خلينا نقول، ونبقى كلنا كده شايفين الصوره واضحه وبنرد بيها على اي اشاعات. شايفه حضرتك الاهداف المرجوه من وراء هذه الحمله ايه؟ هي احنا يعني خليني بس اعلق على جزئيه حضرتك اتكلمت عليها، انه فكره انه في يعني كارهين الدوله المصريه اللي بداوا ينتشروا يتكلموا على يدي معلومات غلط، يقول اشاعات، يحبط الناس، يقول للناس انه طب احنا هنستفيد ايه من الشوارع، هنستفيد ايه من الكباري، هنستفيد ايه من المدن الجديده. والحقيقه ان المواطن المصري هو فعلا فاهم ايه اللي بيحصل، يعني اللي اتنقلوا من العشوائيات واتنقلوا في المدن العمرانيه الجديده اللي يعني اللي اتبنت بيوتهم من اول وجديد، المياه اللي وصلت للبيوت، المجاري اللي اتفتحت والكهرباء، كل ده يعني دايما احنا محتاجين من وقت للتاني في مواجهه هذه القوى الشر اللي بتحاول بشكل مستميت انها تتغلغل في وسط الشعب المصري وتزعزع ايمانه، لازم نبقى متوجهين ليهم ونبقى عارفين نواجههم ازاي. الحمله المرجو من الحمله انه يبقى نحافظ على التماسك بتاعنا، ان احنا الناس تبقى فعلا فاهمه ومقدره دور الدوله وانها واقفه مع الدوله المصريه. خلي بال حضرتك لما الدوله بدات تعمل المشروعات القوميه الكبرى ما كانتش تشتغل من فراغ، هي كانت بتروح تلجا للمواطنين وتسالهم في حياة كريمة انت النهاردة البلد. بالظبط ده اللي شفناه بالظبط في حياة كريمة في مختلف القرى، والنجوع دايما كان بيبقى فيه حديث وحوار مع القاطنين في هذه المناطق عشان يتم تحديد الأولويات اللي هي بالنسبة لهم ضرورية فالأقل أهمية فالأقل أهمية. أستاذة إيزيس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي على كل هذه المعلومات وهذه الحملة مرة تانية المهمة جدا، ولما تتمنى ليها كل النجاح يا رب، لأن احنا دايما هنعدي بكل التحديات وبنعدي منها وبنخرج منها أقوى
أقوى من الأول، وده اللي هيحصل المرة دي زي كل مرة إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك الأستاذة إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة. ودلوقتي يا باسم هنروح للزميلة جاكلين ماهر وإلى أهم أخبار الاقتصاد. صباح الخير عليك يا سارة، وصباح الخير عليك يا باسم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الاقتصادية. قال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا إن فنزويلا تعتزم إصدار ترخيص لشركتي إني الإيطالية أو ريبسول وريبسول الإسبانية يسمح لهما بتصدير الغاز الطبيعي خلال الشهر المقبل. وكانت فنزويلا قد وقعت اتفاقا مع عملاقتي الطاقة الأوروبيتين في 5 مايو الجاري يسمح بتصدير سوائل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأخرى، وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو تمكين فنزويلا من أن تصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي بعد تركيزها على النفط لأكثر من 100 عام. اختتمت أسواق الائتمان في الصين تعاملاتها الأسبوع الماضي وسط محاولة استيعاب الآثار المترتبة على موجة التحقيقات الجديدة التي أطلقتها هيئة تنظيمية رئيسية والخاصة باكتتاب السندات لدى عدد من البنوك الكبرى. وكانت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسين في الأسواق المالية، وهي كيان يديره البنك المركزي الصيني ويشرف على مبيعات السندات بين البنوك، قد أطلقت قبل أيام ما يسمى بتحقيق الانضباط الذاتي في بنك التعمير الصيني بسبب انتهاكات مزعومة في خدمات الاكتتاب. جاءت أزمة رفع سقف الديون الأمريكية البالغ 31 تريليونا و400 مليون دولار لتزيد من المخاوف الاقتصادية العالمية في الوقت الذي أشار فيه تقرير جديد للكونغرس إلى ما سماه خطر كبير يتمثل في تعثر تاريخي للولايات المتحدة عن السداد خلال أول أسبوعين من شهر يونيو المقبل. ويتوافق تقدير الكونغرس مع الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو لاحتمال التخلف عن السداد، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسوية المواجهة المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض. وفي سياق الأزمة نفسها، قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن ما أزق سقف الديون الأمريكية يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي. وعقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في نيجاتا باليابان أمس، وصف الوزير البريطاني خروج واحدة من أكبر محركات الاقتصاد العالمي عن المسار الصحيح بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق بأنه مدمر للغاية. وأضافت هانت: ليس من اختصاصنا أن نقول كيف يجب حل هذه المشكلة، ولكننا نأمل أن تكون الإدارة الأمريكية والكونغرس قادرين على حل الخلاف. وحذر وزراء مالية مجموعة السبع من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون، واعتبروا أن ذلك سيضعف من حدة الأزمة العالمية. وأكد وزراء دول السبع بعد اجتماعات استمرت لثلاثة أيام في اليابان أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في مواجهة صدمات متعددة بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية.
مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود مجددا لهذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو سارة وباسم. تفضل يا باسم. جزيل الشكر ليك يا الزميلة العزيزة جاكلين ماهر، وهنكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في هذا الصباح مشاهدينا الكرام. هنتكلم هذه المرة عن محافظة جنوب، إحدى محافظات الجنوب وجنوب سيناء تحديدا ما نتحدث عنها، اللي شهدت احتفالات خاصة بصون الطيور المهاجرة، واللي جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة اللي كان طبعا يوم الأمس. خلينا نتعرف مع حضراتكم على المزيد عن هذه الفعاليات في جنوب سيناء في سياق هذا التقرير اللي أعدته الزميلة رانيا كمال مراسلة إكسترا نيوز. نحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجره ونقول رساله للعالم ان الطيور اللي بتهاجر عبر قارات العالم المختلفه يجب حمايتها من المخاطر اللي بتواجهها من صنع الانسان. الشعار السنه دي هو المياه اسلوب حياه للطيور، مفيش حد يقدر يعيش من غير ميه. كل سنه بيبقى في شعار للاحتفاليه، السنه دي تحت شعار الميه، والميه مهمه جدا للطيور. النهارده شفنا انواع كتير جدا من الطيور المهاجره وانواع جميله جدا مثل طائر اللوكلوك الابيض، ويا ريت بنتمنى ان النوع ده يبقى موجود دايما في الرحلات السياحيه وتنظيم رحلات اسبوعيه او شهريه، ويا ريت يعني كمان يبقى في توعيه اكتر للنوع ده من السياحه. متواجدين في بحيرات الاكسده، ودي نقطه من نقاط تجمع الطيور المهاجره والطيور المحليه، والنهارده بنحتفل باليوم العالمي للطيور. بالنسبه لمجهودات المحميات الطبيعيه في جنوب سيناء للحفاظ والحمايه الطيور المقيمه والمهاجره والمهاجره بشكل اخص، فهي بتنقسم لكذا عنصر. العنصر الاول هو توفير الخبرات والكوادر اللي تقدر ترصد كميات الطيور المهاجره وانواعها، وايضا توفير الاماكن او المسارات اللي هي الطيور دي تقدر تمر فيها بامان قبل عبورها لخليج السويس اثناء فصل الخريف، وهو موسم الهجره من اوروبا وغرب اسيا لمناطق افريقيا الدافئه. مشاهدينا، هنروح دلوقتي لخبر لطيف جدا خاص بالسي ان ان، وبيقول ان تحت عنوان اين تسافر في عام 2023 افضل الوجهات للزياره، وضعت شبكه سي ان ان الامريكيه قائمه بافضل المقاصد السياحيه حول العالم، وكانت القاهره ضمن هذه القائمه. قالت الشبكة إنه مع اقتراب موسم ذروة الأجازات وصلت السياحة الدولية ل 80% في الربع الأول من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2023، ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وبخصوص مصر، قالت إن القاهرة على موعد هذا العام لافتتاح المتحف المصري الكبير اللي بيضم مقتنيات أثرية نادرة وبتعرض لأول مرة، زي المجموعة الكاملة للملك الشاب توت عنخ آمون. وأيضا استعرض التقرير الرحلات النيلية والمعالم الأثرية في القاهرة زي الأهرامات وخان الخليلي باعتباره أشهر مزار سياحي. المزيد عن تقرير سي إن إن في سياق العرض التالي.
للمزيد عن هذا التقرير بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ وليد. صباح الخير يا فندم. أستاذ وليد، يمكن سي إن إن بتنضم لقائمة الأماكن والمواقع يعني الإخبارية طبعا والصحفية اللي بتنزل دايما أخبار إيجابية عن السياحة في مصر، واللي بتتوقع أن سنة 2023 وبتنصح الزائرين أنه في 2023 تحديدا لازم مصر تكون من الوجهات التي يجب زيارتها. من وجهة نظر حضرتك، يعني يمكن حاجة اللي هي المميزة جدا في هذا العام طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير إن شاء الله اللي هيكون قبل نهاية هذا العام، هل هيغير هذا المتحف من طريقة الزيارة وخريطة الزيارة بالنسبة لمصر وبالنسبة لهضبة الأهرامات تحديدا؟ مما لا يدع مجال للشك طبعا أنه المتحف المصري الكبير هيغير يمكن خريطة السياحة في العالم أو في المنطقة حتى عندنا تماما. هيزود الليالي السياحية بالنسبة للقاهرة، الشركات السياحية هتديله مساحة أكبر بالتأكيد، لأنه هو هيكون عامل جذب كبير جدا. المنطقة كلها هتشهد يمكن تعديل. ليه لما بقول المنطقة؟ ما تنساش حضرتك انه في البرامج السياحية اللي بتتعمل بيتشمل بعض الدول اللي حوالينا، بالاخص لو سايح جاي من الولايات المتحدة الامريكية او من اليابان او من مسافات كبيرة، فبيبقى عنده برنامج محدد، وده يعني مدة القاهرة محسوبة، بيروح يزور منطقة الاهرامات اذا كان سقارة والهرم في يوم، بيعمل القاهرة الاسلامية والمتحف اللي في التحرير. النهارده عشان تبقى حضرتك عارف، اضيف الى الخريطه السياحيه متحف الحضاره، ومتحف الحضاره فرض نفسه بقوه، يمكن في الاول ما كانش، ولكن بعد كده بقى في كل البرامج. النهارده المتحف المصري الكبير حقيقي وتجربه زيارته تجربه ثريه للغايه. تمام، المتحف المصري الكبير مش هينفع يتضاف معاه اي حاجه تاني، لانه اذا كان في الفتره اللي فاتت بس فتحوا المدخل، يعني اللي حضرتك عرضه دلوقتي على الشاشة هو الكهو الخارجي اللي فيه تمثال الملك رمسيس الثاني، وقطع بسيطة جدا جدا، ومع ذلك فرض نفسه على جميع المواقع والتواصل الاجتماعي في العالم، واتعمل فيه عرض موسيقي، واتعمل فيه عرض أزياء، وبيجذب العالم كله، الناس كلها متشوقة. أضف إلى ذلك أنه العالم كله عنده تشوق للسفر والخروج من بعد جائحة كورونا. يجي بقى عندك الأهرامات الجيزة، أهرامات الجيزة هي الحلم، فلما تجمع كل ده في منطقة واحدة كويس، ومصر حسنت حاجات كتيرة جدا، طرق الوصول، المداخل، المخارج، وفي عمليات تحديث مستمرة. ما بقولش أن احنا وصلنا للكمال، ولكن احنا شغالين كويس قوي. يعني أنا امبارح بالمناسبة، يعني عشان أقول لحضرتك، أنا عديت امبارح من أمام قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي، في منطقة كاملة هناك بالكامل اتشالت، والمنظر اختلف طبعا، في تطوير، في تحديث بالظبط، وفي منطقة جديدة أيضا هتدخل في هذا السياق أيضا. لما السي إن إن لما تنشر حاجة زي دي، السي إن إن مش بتجامل، الناس دي ما بتجاملش، السي إن إن بتحط تقرير عشان تبقى هي بتتكلم صح، وهي اللي بتدل الناس إنها تتحرك، وهي اللي بتقول للناس ابدأوا خططوا. ان الخطط بتاعتك انت لما تيجي مسافر مصر زود يوم او يومين، لان المتحف المصري الكبير، وهو طبعا بالنسبه له عاوز يبقى عنده السبق ويعلن التاريخ، العالم كله ومحطات العالم كلها هتبقى عندها شغف انها تعلن تاريخ الافتتاح، لانه ده حدث عالمي على الكره الارضيه كلها. تخيل ان مصر بتحط متحف بيشغل الكره الارضيه باكملها كنبات الكره الارضيه، وهو مش متحف لعرض قطع أثرية، ولكن هيكون مركز ثقافي تثقيفي تعليمي بالفعل مخصص يعني للحضارة المصرية القديمة، هذه الحضارة الغنية جدا يا أستاذ وليد. والحقيقة أن المتحف زي ما حضرتك ذكرت من قبل ما يتم افتتاحه، وهو مغطي الأخبار في كل وسائل الإعلام العالمية، وبالتالي مصدر جذب مهم جدا بتتفرد بمصر، وهو بالفعل هدية مصر إلى العالم. وإن شاء الله يعني متشوقين جدا أن احنا نشوف افتتاحه مع حضرتك ومع العالم كله على الهواء مباشرة. الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي، ألف شكر لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف.
خلينا نروح مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر. إحنا بنتحدث في التصدير مشاهدينا الكرام ونتحدث عن الصادرات المصرية. هذه الصادرات مش بس سلع ومنتجات، ولكن أيضا مع هذا الخبر هنكتشف أن هناك صادرات أيضا من الكائنات الحية. رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية دكتور إيهاب صابر أعلن عن تصدير أول شحنة من نحل العسل المصري إلى المملكة العربية السعودية، ده بعد توقيع الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية الكشف عليها وفقا للقوانين الصحية البيطرية. ثبتت سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من أي إصابات. تم استصدار الشهادة اللازمة وفقا لمنظومة إلكترونية مكودة. رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أكد أيضا أن إجراء استصدار الشهادة اللازمة وفقا لمنظومة إلكترونية مكودة هو إجراء مستحدث بيضمن للمصدرين من الجانب المصري وأيضا للمستوردين من الدول الأخرى سرعة الانتهاء من الإجراءات وسلامة الشحنات. المزيد عن استئناف تصدير النحل المصري إلى السعودية في سياق العرض التالي. عشان نعرف تفاصيل أكثر عن تصدير النحل المصري بنضم لنا الوقت عبر الهاتف دكتور محمد عز الدين رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. برحب بيك. طبعاً خير يا فندم. دكتور محمد، عايز أسأل حضرتك، أكيد النحل المصري ليه مميزات خاصة جدا، عايزين نعرفها من حضرتك. هو طبعاً خليني بس أقول الأول إن التصدير بيننا وبين السعودية مستمر بقاله فترة، وكان في اجتماعات مستمرة بيننا وبين الجانب السعودي خلال الفترة الماضية، وكان في بعض المتطلبات من الجانب السعودي، وده راجع زي ما حضرتك بتقولي كده لمميزات النحل المصري، لأن هو مفضل عندهم هناك في السعودية لدى المستوردين، نظرا لأن النحل المصري بيتميز طبعا بجودته ونقائه، وده بيساعد في عملية التهجين اللي بتتم عندهم. هو طبعا عملية النحل واختياره وجودته والكلام ده بيتم من خلال قسم النحل التابع لمعهد بحوث حمايه النباتات اللي تابع لوزارة الزراعة، ودي إجراءات بتتم ما بين السادة المصدرين والسادة المستوردين، بيتفقوا مع بعض على هذا الأمر، وبيقوم مع قسم بحوث النحل بفحص النحل في المناحل بتاعته وأماكن تواجده وبعد تجميعه استعدادا للتطبيق. لما تم الاجتماعات بيننا وبين الجانب السعودي كان في بعض المتطلبات زي ما حضرتك قلت في بدايه اللقاء كده، كان من الحاجات الاساسيه اللي طالبينها الفكره بتاعه الشهاده المؤمنه او الالكترونيه الجديده ان احنا نصدرها، دي لضمان صحه الشهاده وان هي تكون امنه تماما وغير قابله لاي عمليات تعديلات فيها او كده. ده بيتم من خلال منظومة جديدة تم الحمد لله عملها، وبيتم رفع الشهادة بعد كتابتها ووضع البيانات الخاصة شحنة النحل المصدر فيها، ويتم رفعها على موقع خاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيتم تكويدها بنظام اللي هو كيو ار كود. ده بيتم كل شحنة وكل شهادة طالعة بيبقى ليها كود مخصوص بيتم طباعته على الشهاده من خلال هذا البرنامج. والجانب السعودي لما بتوصل الشحنه ومعاه الشهاده بيتم قراءه الشهاده دي من خلال الكود ده بطريقه الكترونيه عن طريق برنامج خاص ممكن على الهاتف المحمول او من خلال الكمبيوتر، ده ساعتها بيظهر له كل الداتا والبيانات الخاصه بالشحنه وتظهر الشهاده نفسها قدامه. وده كان طلب من الجانب السعودي، نجحنا الحمد لله في ان احنا نفعله ونحققه بناء على توجيهات معالي الوزير وبالتعاون مع الزملاء سواء في معهد حوث وقاية النباتات
أو في الوزارة أو عندنا في الهيئة العامة للاختبارات. بشكرك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كان معنا دكتور محمد عز الدين رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. خلينا نروح مع حضراتكم إلى خدمة من خدماتنا اليومية المهمة جدا، وهي عن الطقس وأحوال الطقس. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة في الصباح، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. خلينا نشوف مع حضراتكم دلوقتي استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات المصرية ونرجع تاني. هنروح لخدمة أخرى خاصة بمواعيد القطارات، ودلوقتي هنعرض لكم أبرز مواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي. دلوقتي مشاهدينا الكرام كالمعتاد على رأس الساعة لازم دايما نتعرف على أحدث وآخر الأخبار، وعشان كده هنروح دلوقتي مع الزميلة جاكلين ماهر نتعرف على أحدث هذه الأخبار. صباح الخير عليك من جديد يا جاكلين. صباح الخير عليك يا باسم، شكرا جزيلا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار في موجز التاسعة صباحا. التاسعة صباحا السادسة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باعداد حزمة متكاملة من الحوافز والاعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير واعادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير النقل. وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها. كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطي مترو الأنفاق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، حيث وجه الرئيس السيسي بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية.
تنطلق اليوم أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وتحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابة والمجتمع الأهلي. يسود الهدوء قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي تم بوساطة مصرية. وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت بأنه تم بوساطة مصرية موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار. وقالت القاهرة الإخبارية إن الاتفاق الذي تم برعاية مصرية يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل. وأضافت القاهرة الإخبارية أن مصر دعت الجانبين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق، مؤكدة على العمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما. وجهت الولايات المتحدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر على الجهود الدبلوماسية شديدة الأهمية لوقف إطلاق النار في غزة، وأعلن البيت الأبيض عن ترحيب واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين. بدأ الناخبون في تركيا التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين هم رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليشدار أغلو وسينان أوغان، وذلك عقب انسحاب محرم أنجي من السباق الرئاسي. ويحق لأكثر من 60 مليون ناخب التصويت في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن نعود مجددا لهذا الصباح مع زملاء في الاستوديو باسم وسارة. تفضل يا سارة. نشكرك يا زميلة جاكلين ماهر على هذه الجولة الإخبارية، وبعد قليل معدنا مع فقرة استوديو هذا الصباح وحديث خاص عن الاهتمام الكبير من الدولة بإعادة العصر الذهبي للمسرح المصري من خلال تقديم عروض شبابية جادة وكوميدية على مختلف المسارح ضمن خطة النشاط المسرحي لعام 2023. معنا في الاستوديو الحديث عن هذا الأمر ضيفتنا الكاتبة والناقدة المسرحية الأستاذة هند سلامة. المسرح مشاهدينا الكرام، اول ما بنقول المسرح بنعرف ان احنا بنتكلم على طول على ابو الفنون. ابو الفنون ده لقب ما جاش من فراغ، هو فعلا اللي جت منه العديد من الفنون المختلفه وتفرعت منه، عشان كده ليه اهميه كبيره جدا. مسارح الدوله بتشهد من فتره حاله من النشاط ومن التالق الفني. مجموعه كبيره جدا من الاعمال الجديده بيتم عرضها ضمن خطه المسرح لهذا العام. ايضا بيتم الاستعداد لعرض اعمال مسرحيه جديده مع بدايه موسم الصيف. كبار المسرحيين مع الشباب الاثنين مع بعض جنبا الى جنب على خشبه مسرح الدوله اللي بتستعيد البريق والرياده اللي احنا تعودنا عليها من واحنا صغيرين. تاريخ المسرح المصري ممتد من سنين طويله جدا على ايد مسرحيين كبار زي جورج ابيض وزي يوسف وهبي وسعد اردش وكرم مطاوع وسميحه ايوب وغيرهم كتير جدا، صعب قوي نحصرهم في عدد بسيط او قليل من الاسماء. في عام هذا العام 2023 الجمهور المصري كمان والجمهور العربي هيكون على موعد مع أجندة مسرحية فريدة ومتنوعة. على سبيل المثال المسرح الحديث بيشهد عرض ثلاث مسرحيات دفعة واحدة، بخلاف عودة الحياة أيضا لغالبية المسارح خلال الشهور الماضية ببروفات وتحضيرات متعددة استعدادا لموسم الصيف واللي على وشك ان هو يقترب وعلى وشك ان هو يبدا. خلينا نعرف المزيد عن التفاصيل عن المسرح القومي وعن مسرح الدوله مع ضيفتنا في الاستوديو الكاتبه والناقده المسرحيه الاستاذه هند سلامه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورانا في هذا الصباح. ميرسي، صباح الخير عليك. صباح الفل.
حركة رواج كبيرة جدا، وابتدينا نشوف تاني يافطة بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش، أو مصطلح كامل العدد. صحيح. من وجهة نظرك إيه السبب لرجوع الجمهور للمسرح، وليه المسرح السنة دي متفرد بهذا الكم الكبير من الإنتاج؟ بص، الحقيقة هو المسرح بينتج على طول يعني، بس الحقيقة السنة دي الموضوع يمكن يكون لما العروض بتكون جيدة بتعمل حالة جذب كبيرة للجمهور، والناس لما بتعرف ان في حاجة حلوة الحقيقة بتنزل تتفرج. يعني هي أكذوبة فكرة ان الجمهور مش عايز يتفرج على المسرح، ده مش حقيقي خالص، لانه دايما دايما لما بيكون في عروض كويسة، وانا هحكي لك دلوقتي على كل العروض اللي شغالة، حتى بما فيهم عروض شباب يمكن محدش يعرفهم خالص، بس ان بمجرد ما الناس بتعرف ان العرض حلو فبيجروا يتفرجوا عليه، ومن يعني مستويات مختلفة تماما. هتلاقي ناس بسيطة جدا، وناس طبقة متوسطة، وناس من طبقة عليا، في كل حاجة هتلاقيهم موجودين جوه قاعة المسرح وبيتفرجوا وبيستمتعوا جدا. فالحقيقة يعني مثلا من ضمن العروض اللي كانت في العيد، أول ما فتح في العيد وعمل ضجة كبيرة، طيب وأمير للمخرج محمد جبر وتأليف أستاذ أحمد الملواني. الحقيقة هو فيه تركيبة، سمعنا عليه إشادات كتيرة جدا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، بصراحة يعني مكسر الدنيا ما شاء الله، وربنا يوفقهم دايما. هم عاملين تركيبة من الكوميديا مختلفة تماما، يعني أنت هتتفاجئ بناس ما كنتش تتصور إنهم ممكن يمشوا على نفس ومنسجمين مع بعض ككوميديانات في العرض. بس الكاتب الحقيقة ومحمد جبر المخرج عرف يعمل حالة هارموني كبيرة جدا بين الفنانين كلهم وبين أنواع مختلفة من الكوميديا. يعني هشام إسماعيل مع شريف حسني، وشريف حسني ده مفاجأة يعني، الناس متروح تتفرج عليه إن شاء الله. وعمرو رمزي وتامر فرج برضه، هما الاثنين عاملين ثنائي مع بعض عظيم جدا. وأحمد السلكاوي برضه، وأحمد السلكاوي ونهى لطفي، محمد يوركا، في ناس كتيرة قوي في العرض، وهتلاقي كاتيجوريز مختلفة من الكوميديا. يعني كل واحد بيقدم ستايل كوميديا شبهه هو، فمعمول كده بطريقة مختلفة جدا، فالعرض ممتع. أنا عايز أتكلم عن العرض ده بالذات، يمكن طيب وأمير متاخد من تراث نجيب ريحاني، وطبعا فيلم سلامة في خير. إزاي نقدر ناخد من التراث العصر ده ونعمله بقى نواكب بيه الزمن ده بدون مط بدون ملل، خصوصا الناس بقت خلاص في عصر بقى السوشيال ميديا وعصر المسلسلات اللي بتبقى 4 و5 حلقات، عصر الافلام اللي ساعه ونص بتبقى، فازاي نواكب ده وفي نفس الوقت نقدم برضو الوجبه اللطيفه الكوميديه وفيها فكره وفيها رساله؟ بصي، هو واخده اصلا اساسا، هو المنبع الاصلي كانت مسرحيه فرنسيه اسمها الزائرون. فهو المؤلف واخد من المسرحيه على طول، طبعا واخد من نفس التيمه بتاعه الفيلم، هي تقريبا يعني، بس هو عامل شكل مختلف وطبعا عصري معاصر للوقت اللي احنا فيه. فهي بترجع للمؤلف، يعني في مؤلفين ممكن يفضلوا محتفظين بالشكل الكلاسيكي للحاجه زي ما هي، هو بترجع ليه هو المؤلف عايز يعمل ايه، وبرده رؤيه المخرج، يعني هما الاثنين مع بعض. فهما الاثنين كان عندهم رؤيه ان هما يقدموها بشكل معاصر، بشكل مختلف عن الفيلم، بشكل ازاي يستقبلها الجمهور دلوقتي، وما يبقاش في مقارنه بينه وبين نجيب ريحاني مثلا. انت يعني ما ينفعش تعملي مثلا المقارنه دي بقى صعبه. ايوه طبعا، ان انت تعملي مقارنه في الكوميديا بين نجيب ريحاني وبين الناس دلوقتي هيبقى صعب. فكان ليه ستايل الاول وشكل نجاح، ودول برده ليهم ستايل وشكل نجاح مختلف خالص. فوانتي بتتفرجي عمر ما هيجي في دماغك انك تقارني، لانه انتي مستمتعه معاهم خلاص، يعني انتي بتتفرجي على ده. وبعدين هي تقريبا برضو نفس تيمه اللي هي التبديل، يعني ان حد بيكون مكان حد، برضو اتعملت في فيلم فريد شوقي، واللي اتعملت في فيلم جناب السفير بتاعت الفنان فؤاد المهندس. فهم الحقيقه قصدك ان الناس الجمهور دلوقتي بقى بيتقبل الالوان المختلفه من الشخصيات اللي بتقدم، يعني ده الاداء مختلف. الاداء مختلف، والكوميديا كمان لما تكون مكتوبه كويس جدا، ولما يكون الناس عندها وعي ان انت ازاي بتضحكي الجمهور من غير ما تبقي بتجبريه انه يضحك غصب عنه. الافيهات دي، الافيهات اللي فيها اكراه، يعني انا عايزك تضحك بالعافيه. الناس بتروح دلوقتي الكوميديا الموقف اكتر. بالظبط كده. فهم عاملين شكل مختلف وعندهم وعي كبير، وحقيقه هم كلهم عندهم مسؤوليه كبيره في العرض.
وحتى الان هم حقيقي عاملين نجاح كبير قوي، وطبعا تحت اداره كمان الفنان ياسر الطبجي، هو مدير مسرح الكوميدي. فياسر الطبجي برضو عنده رؤيه وكان عنده شكل دي مختلف. اول مسرحيه بعد من انتاجه هو بالزبط. فهو الحقيقه كان عنده من ساعه ما مسك المسرح وهو شايف انه كان مفروض يقدم نوع من الكوميديا مختلف، يعني كان دايما يقول في كل حواراته وكده، فدي حاجه تتحسب له طبعا أكيد. تتحسب اكيد لكل صناع العمل يعني. طيب احنا نرجع تاني نتكلم على العروض الجديده، بنتكلم على 10 عروض جديده تقريبا. هل كلهم عروض كوميديه؟ هل في تنوع شويه في اللون المختلف هنا اللي بيتم تقديمه؟ كمان طبعا الجمهور اكتر حاجه بتشده خلينا صراحه هي الكوميديا طبعا، وبالظبط علشان يروح ويملى المسرح تاني ويتفرج. واكيد برضو من الحاجات اللي بتشده فرق اسعار التذاكر ما بين المسارح الخاصه وما بين مسارح الدوله طبعا. بس عايزين نعرف من حضرتك اهم هذه العروض، احنا بنتكلم عن 10 عروض حضرتك، يعني حضرتك حتى يا ريت انت اللي تقولي الاسماء لانك قلت لنا في الفاصل عدد طيب. من الاسماء أوكي. للعروض المميزه، وهل في الوان اخرى غير الكوميديا؟ بص هم الحقيقه كلهم فيهم لمحه كوميديا، يعني خطه كيوبيد هو عرض كوميدي بس فيه فكره، وهو عرض لطيف جدا وعرض بسيط صغير، يعني هو كان عرض قاعه اصلا كان بيتعرض في قاعه يوسف ادريس، وبعدين اتنقل على خشبه مسرح السلام، بقى بيتبدل بقوا بيعرضوا في 3 مواعيد ورا بعض، يعني عرض 7:30 والساعه 9:30. فهم الحقيقه عاملين حاله نشاط قويه جدا في مسرح السلام. برضو الفنان محسن منصور مدير مسرح السلام، هو من ساعه ما مسك برضو كان مقرر ان هو يعمل حاله وهج ونشاط في المكان، وهو اللي فتح قاعه يوسف ادريس لانها كانت مغلقه بقى لها 11 سنه، فيرجع له الفضل الكبير. الحقيقه فتحها بسرعه جدا، يعني في 6 شهور جدد القاعه وفتحها وانتج عرض، وكان خطه كيوبيد وحقق نجاح كبير جدا، ورغم بقى له فتره خطه كيوبيد ورغم ان القاعه كانت صغيره جدا بس بيبقى في زحمه لدرجه ان هم في مره عرضوا مرتين ورا بعض، عشان بقى لهم شهور بيعرضوا، يعني بقى لهم كتير قوي بقى لهم ليالي عرض طويله جدا. فده نجاح في حد ذاته، اقبال كبير من الجمهور يعني بالظبط. هو عرض كوميدي، والعرض الثاني عرض سيب نفسك، ده بقى في القاعه عرض مونو دراما للفنانه فاطمه محمد علي. تمام. هي لوحدها بتمثل وبتغني وبتعمل كل حاجة وبتلعب بالعرايس، وعرض لطيف جدا وفي فكرة مهمة جدا. هو العرض يعني هو بلاك كوميدي، يعني هو في كوميديا وفي ألم، يعني في الحاجتين، لأن هو بيتكلم عن فكرة مش عايز أحرقه قوي يعني، بس هو كان واحد عايز ينتحر وهي ست بسيطة جدا، فهي بتقنعه، ست بتكنس الشارع، فهي بتقنع الراجل المنتحر ده انه انت اكيد حياتك حلوة، انا عندي في حياتي لا انا عندي في حياتي ما يؤدي يعني لان انا افكر زيك لو حد فينا هيفكر ينتحر بس انا مش بفكر في كده، بالعكس طيب. استاذة هند احنا هنرجع نتكلم عن العروض وخاصة طبعا سيدتي انا اوكي، بس هنروح دلوقتي للعرض التالي عن عودة مسرح الدولة في 2023 ونرجع نكمل كلامنا. مكملين كلامنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع الكاتبه والناقده المسرحيه الاستاذه هند سلامه. استاذه هند، هل احنا دلوقتي واحنا بنتفرج على المسرح والجمهور بيروح وبيتفرج، حضرتك قلتي على نقطه النجوم وان مش مصدر الجذب الوحيد هو النجوم، بالعكس ممكن اسماء غير معروفه، وده دايما دور المسرح يقدم العديد من الوجوه الجديده. من وجهه نظرك ايه ابرز الوجوه الجديده المتميزه الموجوده حاليا من خلال العشر مسرحيات اللي بنتحدث عنها؟ بص هما مش وجوه جديدة، ما اقدرش اقول وجوه جديدة لان هما شغالين في المسرح بقالهم سنين الحقيقة، يمكن الناس مش بتعرفهم قوي لان هما ما طلعوش في التلفزيون او في الدراما كتير، بس هما بيطلعوا في كل الاحوال يعني. تمام. لان مثلا هقول لك يعني الفنان عبد المنعم رياض ده حد مهم جدا طبعا. هو بطل عرض خطة كيوبيد وكان بطل افراح القبة،
وهو فنان مهم قوي، بس هو يمكن لسه ما بقاش ستار قوي علشان هو طلع في أعمال تلفزيونية، لكن لسه ناس مش بتعرفه بشكل كبير يعني. بس هو حد مهم جدا الحقيقة، ممثل عظيم. في كريم الحسيني، وكريم كان في فيلم انت فاكره يعني كمان. كريم كريم حد مهم برضه طبعا. وفي امنيه حسن، امنيه ممكن تبقى وجه جديد لان امنيه لسه في المعهد، وهي بنت لطيفه جدا بتغني بتمثل، هي في خطه كيوبيد برضه. وفي نوال سمير، هي برضه فنانه قديمه وبتمثل كتير في التلفزيون وكده، فما اقدرش اقول لك ان هم وجوه جديده يعني. برضه فاطمه محمد علي ممثله قديمه وبتمثل بقالها كتير قوي، بس ممكن يكون الحظ مش معاهم قوي، فكره ان هم بيطلعوا في الدراما كتير. هم بيطلعوا في الدراما بس مش بشكل كبير، بياخدوا مساحات ادوار تبين امكانياتهم. هم الحقيقه عندهم امكانيات هائله جدا، ما اللي يمثل على المسرح لازم فنان قوي. فانت لما تروح تتفرج عليهم في المسرح انت بتنبهر، فلما بينجحوا بعد كده في الدراما الناس بتقول يا الناس دي كانت فين، وهم فعلا موجودين اوريدي بالظبط يعني. المواهب دي ما شفناهاش ليه بالظبط؟ يمكن العرض الوحيد اللي فيه وجوه جديده قوي زي كنت ما بقول لك في الفاصل، عرض اسمه جوه الصندوق. ده صندوق التنميه الثقافيه عامل خطة جديدة ان هم هيبداوا يعملوا هيستغلوا الاماكن الاثرية ويعملوا فيها عروض مسرحية. فبداوا بعصر بقصر الأمير طاز، المخرج اسلام امام عمل ورشة مع مجموعة من الشباب، هم كتار جدا وكلهم هايلين جدا الحقيقة، كلهم يعني بلا استثناء، مفيش اي حد فيهم اقل من التاني. عاملين حالة حلوة قوي في المكان، ولان الجمهور مش بيروح بس جمهور متخصص من المسرح، زي ما قلت لك لما الناس بتعرف انه في حاجة ناجحة بتجري عليها يعني. هو حكالي قال لي لدرجة ان انا لقيت جمهور من منطقة الحلمية ومن ناس كتير حوالينا جايين يتفرجوا على العرض، ناس عادية جدا جاية تتفرج واستمتعوا وبيتواصلوا مع العرض وبيتصوروا معاهم بعد العرض. فرصة كمان الواحد يعني يزور أحد الأماكن بالزبط. اللي هي بيبقى بيسمع عنها ونفسه أنه يزورها وما جاتش الفرصة بالظبط. طيب أستاذة هند، أنا عايزة أروح معاكي كده للمسرحية اللي احنا مستنيينها سيدتي أنا. المسرحية دي طبعا عن رواية بيجماليون لبرنارد شو، وتقدمت في سيدتي الجميلة، الناس كلها عارفة سيدتي الجميلة، فؤاد المهندس في شويكار، ودلوقتي تقدم بدلال البحيري نضال الشافعي، طبعا اثنين قامات يعني. فتخيل الناس هتقارن برضو يعني، هنرجع لفكره المقارنه بين سيدتي الجميله وسيدتي انا، رغم ان في يعني زمن عدى ما بين الاثنين، في افيهات جديده حضرت طبعاً. فكره الطبقيه في المجتمع برضو هنتناولها اكيد بشكل مختلف خالص. شايف المسرحيه الجديده ممكن تكون شكلها عامل ازاي وتختلف ازاي عن سيدتي الجميله؟ بصي الحقيقه هو المخرج محسن رزق قال ان هو هيعمل رؤيه مختلفه عن سيدتي الجميله اصلا الاصليه، وهياخد من برنارد شو على طول يعني، هو رايح للاصل على طول مش يعني من مش من سيدتي الجميله نفسها. طبعا فخ المقارنه ده صعب جدا، خصوصا لو كانت حاجه راسخه يعني. احنا عندنا كده حاجات من الكلاسيكيات راسخه، انت ما ينفعش خلاص مش هينفع تقارن بيها، هي محفوره جواكي وانت شويكار خلاص مفيش. فؤاد المهندس نفس القصه، بس سيدتي الجميله اتعملت قطاع خاص مع الفنان احمد السقا وريم مصطفى. الحقيقه كان ايمن بهجت قمر، هو ابن الراحل بهجت قمر، وهو قال انا عايز اعمل من تراث ابويا يعني ارجعه بالزبط. تاني، بس هو كان ذكي جدا عملها بشكل مختلف بالظبط، كان ذكي جدا هو والمخرج اللي كان معاه مصطفى حسني، وعمل رؤيه اخراجيه على حسن عبد السلام. بس الفكره ان هم خرجوا تماما من منطقه انك تقارني بفؤاد المهندس او شويكار. حتى ريم يعني، ريم لعبه الشخصيه من عندها يعني، هي بتلعب لوحدها. فالحقيقه هي كانت عظيمه جدا، عجبتني قوي، لان هي كانت ذكيه قوي في ان هي بتقدم نفسها، بتقدم نفسها مش بتقدم شويكار الجديده بالظبط، بتقدم نفسها كفنانه تعرف تلعب مسرح حلو قوي. فهي لعبت في المنطقه دي حلو جدا. واحمد السقا ما كانش عامل اي جهد اصلا ان هو يعمل كوميدي، بالعكس يعني هو كان واقف في النص يعني، تحسي لا هو كوميديان ولا هو تراجي، واقف في النص. لكن عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، هو كان عليه العبء الكبير في تقديم كوميديا في العرض، بس برضه في الحقيقه كان بيلعب كوميديا تخصه هو. فالعرض كان مش لطيف، مش تقليد لحد، وبالتالي مفيش وجه للمقارنه. فالعرض كان لطيف جدا. فهي بترجع لذكاء المخرج، ذكاء المؤلف والورق ما هو ذكاء المؤلف، ان انت بتلعبي في منطقه، انت تجددي كمان بالظبط، بتبعدي تماما عن القديم، بتسيبي القديم بنجاحه وانت بتنجحي نجاحك. طيب
من الحاجات المميزة على المسرح بالنسبة دايما للممثلين ان هو بيلاقي الرد في ساعتها، اجاد بيلاقي الاشادة طبعاً. وبيلاقي التصفيق وبيلاقي الناس مبسوطة وفرحانة بيه، وما اجادش يعني اوكي الناس مجاملة ممكن تسقف، بس طبعا بيبان فرق نوع التسقيف. صحيح. من الحاجات اللي موجودة دلوقتي كمان حديثا على وسائل التواصل الاجتماعي، بقيت بتشوف بقى بعد الناس ما بتروح وبتكتب وبتقول ايه، الجمهور نفسه هو اللي بيقيم مش اي حد تاني. صحيح. شايف حضرتك تفاعل الجمهور ازاي على وسائل التواصل الاجتماعي مع المسرحيات اللي بتقدم على مسارح الدوله؟ الحقيقه في تفاعل كبير قوي خصوصا في طيب وامير، يعني هو الجمهور عمل معاهم دعايه قويه جدا. شفنا فعلا جدا جدا في العرض، اول لما بيخرجوا الناس كلها بتنزل. هم الحقيقه كمان اذكياء في مسرح ميامي، يعني في مسرح الكوميدي، لان في مصورين البيت الفني للمسرح بيصوروا الجمهور في لحظات بالزبط. معينه فهم بيعملوا كل حاجه بالظبط، فهم بيعملوا دعايه كويسه قوي للمسرح الكوميدي بفكره انت جايب حاله البهجه على الناس وطريقه الضحك بشكل عفوي جدا، لان هم بيصوروا ناس من غير ما انت تاخد بالك. يعني انت هتلاقي صورك نازله وانت مش عارف، انا كنت ما خدتش بالي ان حد بيصورني. فناس كتيره قوي، فكل الجمهور متصور بالطريقه دي، هم عاملين دعايه كبيره جدا بالصور دي. الحقيقه دي دعايه ذكيه قوي، لان انت بتعمل غير مكلفه خالص، انت بتعمل دعايه للمسرح الكوميدي اهو بالواقع الجمهور في وقتها الجمهور عامل ازاي. فدي الحقيقه فادتهم بشكل كبير قوي. نعم، بشكرك استاذه هند سلامه، شكرا جزيلا. شكرا. على وجودك معانا الناقده المسرحيه والكاتبه. شكرا جدا. شكرا. شكرا حضرتك، نورتينا. شكرا. نورتينا استاذه هند. ومشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن هنروح الى اهم الاخبار الرياضيه من جديد. هننتقل مع الزميله جاكلين ماهر نتعرف معاها على جوله رياضيه جديده من جديد. شكرا باسم وصورة، شكرا لكم واهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في اخر اهم الاخبار الرياضيه. تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع مضيفه ليدز يونايتد بهدفين لكل منهما في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب إيلاند رود في افتتاح الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي. وسجل لوك إيلينج الهدف الأول لفريق ليدز في الدقيقة 7، ثم أضاف زميله راسموسوس الهدف الثاني بالدقيقة 79، بينما سجل كاليوم ويلسون هدفي نيوكاسل ويونايتد في الدقيقتين 31 و69 من ضربتي جزاء. حسم التعادل السلبي بدون أهداف المواجهة بين فريقي سان داونز الجنوب أفريقي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي أمس ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس. ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب الدور النصف النهائي بين الفريقين في جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في 20 مايو. حقق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره ختافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو مساء أمس ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني. جاء هدف المباراة الوحيد عبر ماركو أسينسيو في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، وبهذه النتيجة يستعيد ريال مدريد المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد ختافي في المركز 18 برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر برشلونة برصيد 82 نقطة.
حقق النادي الأهلي إنجازا غير مسبوق باحتلال المركز الخامس في التصنيف السنوي للأندية لعام 2023 وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، متوقفا على عدد من الفرق الأوروبية الكبرى أبرزها برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ والألماني ونابولي الإيطالي. جاء الأهلي في المركز الخامس بتصنيف أندية العالم ب 228 نقطة متفوقا على نادي نابولي الإيطالي صاحب المركز السادس برصيد 225 نقطة وبايرن ميونخ الألماني الذي جاء في المركز الحادي عشر وبرشلونة الإسباني الذي احتل المركز الرابع والعشرين، فيما تصدر فريق ريال مدريد القائمة برصيد 320 نقطة. حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على استاد الإسماعيلية مساء أمس في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري. سجل هدفي الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة 20 ومحمد أشرف رؤى لاعب الزمالك سجل الهدف الثاني للدراويش بالخطأ في مرمى، فيما أحرز إبراهيم نداي هدف الزمالك الوحيد. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 محتلا المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع. فاز فريق الزمالك لكرة اليد الرجال على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51-29 في ثالث مواجهته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز بأول لقاءاته في البطولة على فانز الكاميرون الكاميروني ثم الفوز على ريد ستار الإيفواري، وتضم المجموعة الأولى زمالك وريد ستار بطل كوت ديفوار وفانز الكاميروني ووداد سمارا المغربي وجي اس كي الكونغولي. يستعد أبطال الإسكواش المصري لخوض تحد جديد بعد الهيمنة على بطولة العالم للإسكواش والتي توج بها الثنائي المصري علي فرج والمصنف الرابع عالميا للرجال الإسكواش نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالميا للسيدات. ومن المقرر أن يشارك أبطال الفراعنة في بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش المقرر إقامتها خلال الفترة بين 17 إلى 21 من مايو الجاري بمدينة مانشستر. مشاهدينا ختام هذه النافذة الرياضية، الآن نعود مجددا لاستكمال ما تبقى من فقرات في هذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو سارة وباسم. تفضل يا باسم. جزيل الشكر لك من جديد الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. مشاهدينا بعد قليل هيكون معادنا مع حضراتكم في استعراض لأبرز عناوين الصحف المصرية واللي هتكون مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. مشاهدينا وصلنا معاكم لفقرة الصحافة، منورنا في الاستوديو الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. أهلا بك يا أستاذة فريدة. أهلا بحضرتك، منورانا في هذا الصباح. أنتوا اللي منورين الدنيا كلها والله بوجود حضرتك. شكرا. قبل ما نبدأ فقرتنا مع حضرتك هنروح دلوقتي لاستعراض لأبرز عناوين الصحف المصرية النهاردة ونرجع مرة تانية.
طبعا النهارده في جولتنا كان عدد من العناوين، كثير من العناوين الحقيقه كان بيتحدث عن الحوار الوطني اللي كان متصدر الحقيقه عناوين كثيره والعديد من المواقع والصحف المختلفه. من جريده الاخبار هنقرا عنوان قضايا المحور السياسي امام الحوار الوطني اليوم. ايضا من اليوم السابع العنوان بها انطلاق اولى جلسات النقاشيه للحوار الوطني اليوم. في جريدة الدستور هنشوف فيها عنوان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بالمحور السياسي اليوم. أستاذة فريدة، حضرتك شايفة إزاي أهمية هذه الجلسات اليوم طبعا مع ارتباطها بالمحور السياسي؟ أهم النقاط من وجهة نظرك اللي هيتم مناقشتها واللي محتاجين فعلا نتكلم فيها؟ هو أهم حاجة وأهم حدث، وده سيسجله التاريخ بحروف من نور ومن ذهب كمان، إن حصل حوار وطني طبعاً. إن في جلسات حوار وطني، لأن دي بتتضمن أولاً إن كلنا ممكن نتكلم ونقول رؤيتنا بالنسبة لبلدنا ونقول مقترحاتنا بالنسبة لحل مشاكلنا. ما فيش دولة في العالم ما فيهاش مشاكل، إحنا عارفين طبعاً. يعني ده يبقى تهريج، يعني اللي كانوا بيقولوا لا ما فيش حاجة وخليهم يتسلوا وبتاع، لا مش كده. إحنا النهاردة مع رئيس أمين وإنسان وبيقول لنا تعالوا اتكلموا قولوا. يعني لما بتيجي كل الادعاءات ومحاولات التشويه السفله، ها انه لا المصريين حقوق الانسان عندهم، فين حقوق الانسان مهضومه؟ اذا كان ممكن نقول كل حاجه، واذا كانت الجلسات علنيه على فكره دي مهمه جدا جدا جدا، لازم نقول للناس انه الجلسات مش في غرف مغلقه ولا في قاعات، لا الجلسات بتاعه الحوار الوطني تحت السماء المفتوحه، كل واحد يقول اللي عنده. والحاجه الجميله بقى ان في افتراض ان كل المصريين عايزين ينهضوا بمصر، يعني ما فيش حد، لانه لو مشارك. حد هيبقى خبيث وعايز يعمل حاجه سيئه وإذاء الناس هي اللي هتتصدى له، مظبوط؟ يعني مش الدوله بقى كدوله يعني بتاع، لا الناس هي اللي هتتصدى له. فاحنا النهارده عندنا مشاكل متوارثه من منتصف السبعينات، يعني من ساعه حاجات كتير يعني وما كانش فيه. النهارده لا، النهارده فيه بيتبلور اولا اتجاهات المصريين المشاركين في الحوار، لان انا دلوقتي عايز اروح حزب مثلا، ها اروح انا حزب ما اعرفش، لكن الحوار الوطني هيوريني، هيبرز لي لو في حزب بيعرف يتكلم عن مشاكلي الحقيقيه، لاني هسمع كلهم بيتكلموا وبيطرحوا رؤيتهم المختلفه كده. ما هو على حسب شرحه بقى هيستملني انا ولا لا. يعني مش ممكن انا مثلا هروح مع حد بيقول لي لا احنا لازم اي حاجه مش مظبوطه، يعني ها لازم نوقف مثلا زي اللي يقول لك لا نوقف بناء الطرق، مع ان الطرق دي شرايين الحياه طبعا، يعني الطرق دي هي اللي هتخلي مصر ترجع تستعيد مكانها ومكانتها، يعني مش كده، مش معقول ان احنا نقعد كده ونقعد في حته 2 كيلومتر مثلا نقعد فيها ساعة عشان نعبرها. ده زائد بقى العادم اللي بيلوث الجو، يعني في مشاكل لا حصر لها، بيئية واقتصادية على كل المستويات، على كل المستويات. وانا كنت مرة مع احد وزراء النقل بتكلم معاه، قلت له يا فندم يعني المليارات اللي بتصرفها الدولة على الامراض اللي بتنتج من تلوث الجو، ودي احنا شفنا لما عملنا الكوب 27 الدنيا كلها كانت قد ايه فرحانه بينا، ده حقيقي والله. لان دي حاجه عالميه طبعا. يعني فالنهارده الحوار الوطني اهم كلمه فيه انه وطني، يعني هو مش لمصلحتك او لمصلحتي او لا، هو لمصلحه الوطن. وده بيقول انه في مصر قامات وكوادر ممكن تطرح حلول حقيقيه. ده حقيقي استاذه فريده. ومن هنا هنروح للعنوان التالي لسه مع الحوار الوطني، وعنوان جريده الوطن جلسات المحور السياسي تنطلق اليوم، 5 لجان و20 موضوع على طاوله المناقشات وتوافق القاعده الذهبيه للنجاح. ازاي شايف اهميه السعي لتحقيق التوافق بين الاطراف المختلفه؟ ده هو الاساس، يعني التوافق ده. ما هو احنا النهارده عملنا ثوره ليه؟ عشان احنا صرنا على اوضاع كانت موجوده. طب هنغيرها ازاي؟ هنغيرها بالحوار الوطني وبالمقترحات وبالرؤى المختلفه. انت عارفه انا دايما بقول بس بحب اكررها، ان احنا 10 مليار تقريبا في العالم، مفيش بصمه زي الثانيه، ده الاعجاز الالهي.
ان كل العشرة مليار دول مفيش بصمة زي ممثل التانية. فإحنا النهاردة في مصر 100 مليون وشوية، قولي بينهم 40 مليون يعني ممكن يتكلموا، والشباب على فكرة خد ثقة في نفسه، وأنا دايما بقول إن رهان الرئيس على الشباب. أيوه. عليكم كده يعني هتشرفونا بإذن الله. لا أنا عايز أقول إنه يعني في حاجات كتير اتفتحت أبواب الأمل، أنا بلاقي اتفتحت أبواب الأمل في إن كل واحد عنده حاجة في صدره عايز يقولها يقولها، وهيتقال له بقى مثلا لا شوف انت الحقيقه انت صح في كذا ومش موفق قوي في كذا كده، يعني حوار بالظبط. طيب وطني، واحنا بنتكلم على كلمه الحوار الوطني زي ما حضرتك ذكرتي اهم حاجه فيه هو كلمه وطني بالظبط، وذكرتي ايضا او تطرقتي يا استاذه فريده الى موضوع حقوق الانسان، يمكن جريده الوطن ايضا كان فيها هذا العنوان حقوق الانسان والحريات صاحبه النصيب الاكبر من مقترحات الامناء، وأيضا من جريدة الدستور العنوان بها هو الحوار الوطني بداية جديدة من اليوم السابع الحوار الوطني بداية جديدة للحياة السياسية في مصر. شايفة حضرتك أو كيف تتفقي مع هذه الأراء؟ حلو قوي الكلمة دي، حلو قوي إن دي بداية جديدة، يعني لأنه فعلا زي ما بقول لكم إحنا كنا في حالة ركود وخمول وزي الشلل كده، مفيش حتى إحنا كنا مثلا بنصور على حاجات بس بيننا وبين نفسنا، يا عم ايه اللي بتعمله ده مش عارف ايه، ايه اللي الدوله بتعمله، بس بيننا وبين بعض. لكن هنا في يعني حريه انك تقول اللي انت عايزه وهيترد عليك وتحت سما مفتوحه بالظبط، والناس هتشوف بقى انت اللي صح ولا اللي بيرد عليك هو اللي صح، ولا في توافق مثلا ما فيش تعارض في حاجه مثلا فتثبت النقطه دي، يبقى كل المصريين يلتفوا حواليها. الحوار الوطني ده كنز حقيقي، لأن الهدف في الآخر مش الإقناع ولكن الوصول إلى توافق حوالين القضايا طبعاً المختلفة وحوالين طرق الحل للمشاكل المختلفة، و يعني باختلافات الآراء لكن دايما بتوصل لحاجة، يعني ما هو في الدنيا كلها كده، يعني بتيجي أنت النهاردة مثلا حتى في المصانع يعني بيبقى في عامل ها ويمكن يدوب يعرف يقرأ ويكتب ويقولوا لا يا فندم انا شايف انه لازم نعمل رأيي. كذا بالظبط كده، تعدد الاراء واحترام التعدد، وده اللي واضح من الحوار الوطني ان في احترام لكل الافكار وكل الرؤى يعني، وعلى اساس نوصل لاحسن نتيجه لمصر. فاستاذه فريده من الحوار الوطني هنروح لمبادره حياه كريمه، وعنوان من الدستور بيقول مشروع لكل سيده في حياه كريمه بتدرب نساء القرى على الحرف اليدويه، ازاي شايفه الخطوه دي في المبادره؟ انا شايفه دي ثوره، وافتكروا كلامي ده لانه انا فاكره وانا صغيره من زمان قوي يعني لسه صغيره كان الصين بتخلي الست اللي في البيت اللي معاها اولاد اللي مش قادره تنزل تجيب لها حاجه تعمل تنتج في البيت. النهارده لما كل الايادي العاطله دي المكسله اللي نايمه لما تقول لها لا قومي وانتجي بالظبط، انت لما تنتجي هتصدري يعني هتكفي الاستهلاك المحلي هيبقى عندك اكتفاء ذاتي وبعدين هتصدري. دي يعني مش قادره اقول لك، يعني دي الحاجه اللي انا جيلي انا كنت بنتظرها يعني بشغف وبأمل. ده غير ان احنا عندنا مواهب حقيقيه طبعاً بتعرف تعمل حرف يدويه، ده حقيقي وشفناه كتير بالظبط. وبالحديث عن المواهب يمكن معلش سمحتي لي يا استاذه فريده، لان هو بالحديث عن المواهب واكتشاف المواهب برضو فيما يتعلق بحياه كريمه، جريده الوطن ليها عنوان هنا بتتحدث عن او العنوان بيقول حياه كريمه قبلة او قبلت، الاثنين ينفعوا، قبلة الحياه لمواهب الشرقيه. اهتمام مبادرة حياة كريمة من وجهة نظر حضرتك باكتشاف المواهب وتنمية المهارات الخاصة بالشباب، واللي احنا شفناه في أكثر من يعني خلينا نقول فعالية مختلفة لحياة كريمة كانت بتبرز هذه المواهب وبتسلط الضوء عليها بالزبط. أهمية هذا الموضوع من وجهة نظرك؟ أهميته أول حاجة إن هذا القائد اللي ربنا بعته هدية لمصر دايما بيفكر في كرامة المصريين، والكرامة دي حاجة أساسية على فكرة، يعني من غير كرامة يعني لو تديني إيه وتهني مش هبقى يعني معاك، يعني هبقى واخدة يعني على خطري أو غاضبة أو متمنية أن أنا مثلا موتك كده يعني على حسب يعني. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها لك أن أنت افرض أن أنت قاعد في مكان كده وفي قالوا لك مثلا أن في هنا كنز وذهب مثلا
ممكن تلاقيه وانت قاعد عامل كده يا رب يا رب الذهب يطلع. لا طبعا من غير ما ادور اتعب مش هوصل له. صح، لما تشتغل هتكتشف. صح، فانت النهارده لما بيجي الشباب والناس كلها تتكلم ويقولوا لها انت تعملي ايه، يعني كل واحد حسب ميوله طبعا مهاراته يعني. بالظبط كده. يعني في مثلا زي ما انت قلت يا ساره، في ستات عندهم مهاره في خطيره في التطريز بصراحه، موهوبين جدا يعني بشكل ملوش مثيل، واحنا بنشوف ده ساعات في خان الخليلي وفي الاماكن دي. فلما ده يبقى على نطاق واسع بدل ما 90% مننا نايمين و10% بس اللي بيشتغلوا، يبقى 90% بيشتغلوا ونصحي ال 10% بعدين. صح يا استاذة فريدة. هنروح مع حضرتك لمبادرة رئاسية أخرى ما تحدث عنها من اليوم السابع، بعنوان فحص 6,700,000 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. إزاي شايفة أهمية المبادرة دي؟ شايفة دي برضو، ما أنت عشان تنتجي وتشتغلي لازم تكون في صحة جيدة. لما يبقى في قيادة بتهتم بالأمراض المزمنة وتشوف على ملايين، ده في مش عارفة كم 4,000 وحدة صحية دلوقتي في القرى وكده تقريبا، يعني في اهتمام واسع دلوقتي في مختلف القرى مختلف محافظات مصر. بالظبط كده، في كل المحافظات. فدي كمان بتدي زي اقول بتدي عرفان من الداخل، يعني شعور بالجميل اللي بتعمله الدولة النهاردة. بالظبط، وده اللي بيخلي فيه تلاحم بين الدولة وبين المواطن. فالنهاردة لما انا اكون مريضة، طب هتستفيدي مني ايه غير ان انا هبقى عبء على كل اللي معايا؟ لكن لما اكون يعني الدوله بترعى صحتي ومفيش امراض مزمنه ومفيش بتاع والاطفال يطلعوا اصحاء، لا في اهتمام بالحياه غير ما كانش موجود اكثر من 50 سنه. شفنا مبادرات عديده منبثقه عن مبادره 100 مليون صحه بالظبط، كلها معنيه بصحه المصري من حتى من سن الولاده، منذ بدايه بالزبط. الولاده والايام الاولى للولاده، ووجود داتا بيز او قاعده بيانات هنا تبقى شامله كل الوضع الصحي لكل حديثي الولاده. بس بمناسبه الولاده بقى، اتفضلي، نفسي برضو تستمر حمله التوعيه بانه الانفجار السكاني قنبله موقوته. طبعا دي مهمه يعني جدا. انت النهارده عندك، احنا هنتكلم اكيد عنها، الاراضي اللي بقت تحولت استصلحت وبقت اراضي زراعيه وبقت هتجيب، هي دي بالظبط اللي معانا دلوقتي علشان نقدر نكفي كل الزياده السكانيه بالزبط. الجديده بالزبط. اللي بتحدث يا استاذه بالزبط. فريده، ودي كانت بتتكلم عليها برضو هذه الجريده، جريده الاخبار، بتتحدث تحت عنوان شرق العوينات وتوشكا، مشروعات جديده تضيف اكثر من 700,000 فدان صالحه للزراعه. كمان من جريده الوطن العنوان بها هو الوطن في جوله بمنطقه شرق العوينات، استصلاح الصحراء لإنتاج 1,000,000 طن قمح تعزيزا للأمن الغذائي. بالزبط. كمان جريدة الدستور فيها عنوان وهو الدستور في جولة داخل حقوق ومصانع حقول ومصانع شرق العوينات. شايف حضرتك كل هذه الجهود والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع فيما يتعلق باستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، بالزبط. حضرتك كنت بتربطيه أيضا بالزيادة السكانية، أهميته طبعا. هنا إيه؟ ما هو ده أهميته، إن هو شوف في كلمة للزعيم الخالد جمال عبد الناصر يقول من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. صح. فهذا القائد بيخلينا نملك قوت يومنا عشان نقدر نبقى أحرار. لكن احنا لما نيجي النهاردة يبقى فيه 100 مليون فدان سوري يبقى فيه مليون فدان، وبعدين ده بعد 3 سنين نكون زدنا 7 مليون بني آدم مثلا، طب ازاي؟ ما هو ده كده يعني هنكفي منين الزيادات الجديده؟ ده انا في رايي مش اعتباطا، ده رايي مخطط، لانه لازم يبقى في توعيه ونفهم الناس ان انا عندي طفلين او بالكثير 3 بعلمهم، بياخدوا تغذيه محترمه، بياخدوا رعايه صحيه محترمه، ده ولا ان انا اجيب وارمي؟ ده احنا شوف كم طفل شوارع عندنا يعني لازم يبقى في احساس كمان بالمسؤوليه تجاه اللي انت بتجيبهم. بالظبط، يعني 2,500,000 في السنه ده كتير طبعا فلازم، ولكن برضو بنرجع تاني لاهميه هذه الجهود واستصلاح هذه الاحجام او هذه عفوا المناطق او المساحه بالزبط. الجغرافيه الكبيره بالزبط. جدا نتحدث عن مئات الالاف من الفدادين، يعني الهدف الوصول طبعا ل 3,500 فدان زياده على الاراضي المستصلحه الموجوده بالفعل في مصر. بالظبط كده، علشان نكفي نفسنا
ولو عندنا بقى زياده وربنا وفق الناس انهم يفهموا حكايه الزياده السكانيه دي وحشه، يبقى نقدر نصدر ونجيب فلوس. يعني ما انت ما تقدرش تبقى عايش في حياه رغده وفي هناء وفي بتاع وانت ما بتعملش حاجه، انت مش مسؤول، انت لا في ناس يخدموك، لا في ناس بيخدموك لكن انت لازم كمان مسؤول عن تتحمل مسؤوليتك تجاه الدولة بالزبط. وتجاه المجتمع كله يعني. حقيقي. يعني هنكتفي بهذا القدر من العناوين الصحفية. ألف شكر لحضرتك الأستاذة فريدة الشباشي، نورتينا وشرفتينا كالعادة. شكرا أسعدتوني. شكرا. ألف شكر لحضرتك، والشكر موصول طبعا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لأن احنا بكده بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح. وبحييكي سارة سراج زميلة العزيزة سارة. بحييك يا باسم، وبحيي الأستاذة فريدة الشباشي، وبحيي طبعا زميلتنا جاكلين ماهر، بحييكم مشاهدينا وشكرا لكم على طيب المتابعة، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.